هذه الندوة نظمت رغبة من الحزب الاشتراكي الموحد في تنوير الرأي العام الوطني حول كل ما يخص تنظيم المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا. ويشرفني باسم المكتب السياسي وكافة مؤسسات الحزب وهيئاته ومناضلاته ومناضليه أن أرحب بالسيدات والسادة الصحفيات والصحفيين الذين شرفونا اليوم ممثلات وممثلين لمختلف المنابر والمواقع الإعلامية، شاكرين للجميع تفاعله مع دعوات الحزب وقضاياه ومواقفه. تنعقد هذه الندوة الصحفية في سياق التحضير الجاري لتنظيم مؤتمرنا الوطني الخامس أيام الجمعة والسبت والأحد 2021-22 أكتوبر الجاري بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة. وما زلنا إلى حدود اليوم نعمل ونثابر من أجل تدليل الصعاب وتوفير الشروط المساعدة على إنجاح مؤتمرنا ليكون كما نريده محطة سياسية نوعية في مسار حزبنا وفي الحياة السياسية المغربية، ويترجم الشعار الذي نحتناه بعناية في تفاعل مع هويتنا اليسارية وخطنا الثابت واختياراتنا السياسية، وهو الشعار الذي يؤطر عمل الحزب خلال المرحلة القادمة، ألا وهو نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية. ومعلوم أن هذا المؤتمر الوطني يأتي في ظرف سياسي خاص جدا، إن على المستوى الدولي أو العربي أو الجهوي أو الإقليمي أو الوطني، ينطبع بأحداث متسارعة ومتغيرات هيكلية هامة تؤثر على أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أذكر من ضمنها أزمة الرأسمالية المالية المهيمنة على العالم والتي تشرعن العنف والنهب والاستعمار الجديد وتسلب السيادات الوطنية، أزمة التنكر للديمقراطية ومعها للسيادة الشعبية، وأزمة تراجع هيمنة الدولار أمام صعود مجموعة البريكس وتداعيات جائحة كوفيد-19 المستمرة، وتحديات الصحة والحريات والأمن الاستراتيجي وعلى رأسه الأمن الطاقي والغذائي، وحرب الناتو في أوكرانيا والتي تعتبر بمثابة حرب عالمية ثالثة والتي انتقلت لمنطقة الشرق الأوسط مع حرب الكيان الصهيوني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتدنيس المقدسات وتهويد القدس. ونتساءل باستمرار ونسائل باستمرار تحليلات حزبنا وموقعه ومواقفه. كل هذه الأحداث تسائلنا ونحن متابعين لها يعني عن كتب. لهذا حرصنا خلال التحضير الأدبي على الاجتهاد في التحليل وبناء القناعات والتصورات وصياغة الأطروحات الملائمة للمرحلة التي نمر منها، وهو ما تعبر عنه الوثائق المعروضة على أنظار المؤتمر من أجل بناء المواطنة الكاملة وضمان العبور إلى الديمقراطية وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية وصيانة السيادة الوطنية بتقوية الجبهة الشعبية للنضال والانخراط في الحركات الاجتماعية ومختلف الديناميات التي خلقتها داخل المجتمع، وخلق تعبئة واسعة مع تضافر جهود كافة الأطراف ذات المصلحة في التغيير النوعي الهادف إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية المساعدة على ديمقراطة الدولة وديمقراطة المجتمع والمؤدية إلى فتح آفاق بناء الملكية البرلمانية وتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة وإمكانية التوزيع العادل للثروة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين في كل جهات الوطن في إطار من التضامن والتكامل. وفي هذا المجال التحضيري بذلت رفيقاتنا ورفاقنا قصارى جهدهم من أجل تقديم مشاريع أوراق تعكس وجهات النظر التي تتفاعل في رحم حزب يؤمن بالاختلاف ويصونه ويتيح إمكانية التنافس الديمقراطي بين الأطروحات والبرامج والرؤى الداعمة
لخط الحزب وقناعاته من خلال تكريس الاعتراف بالتيارات التي سيقرها المؤتمر من خلال الاختيار الحر والنزيه. وللوصول إلى هذه المحطة تمت بلورة وثيقتين قبل سحب إحداهما، تعبر كل واحدة عن وجهات نظر أصحابها، وقد مرت مرحلة النقاش داخل الفروع والجهات بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة بعد أن تم نشر الوثيقتين بوقت كاف مكن الجميع من الاطلاع والتمحيص والتحليل والمناقشة. ونحن على يقين تام من أن مناسبة هذا المؤتمر ستكون فرصة للتداول والنقاش والتقييم والمحاسبة، لنستطيع تثبيت المكتسبات الهامة التي راكمها حزبنا بنضالات عضواته وأعضائه في المركز والجهات والفروع، واستخلاص الدروس من تجربتنا وتجاوز الصعوبات التي عرفها المسير بين مؤتمرين، كل ذلك من أجل إعادة بناء المستقبل الذي نتطلع إليه في إرساء وهيكلة حزب قوي وممتد ومبادر، في خلق ميزان قوى جديد لصالح التغيير الديمقراطي المنشود، وذلك بالضغط من أجل إحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلتنا إلى الأزمة المركبة التي نعيشها، وتحقيق مصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة في بلادنا وضمان الحقوق والحريات. حزب منخرط في الحركات الاجتماعية ومدافع بقوة عن مصالح شعبنا وقضايا وطننا من أجل ضمان السيادة الوطنية واستكمال وحدتنا الترابية وتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمساواة الكاملة. هذا وستنطلق فعاليات هذا المؤتمر بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عشية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الساعة 5 بمركب بوزنيقة بحضور ضيوف الحزب، وبالفعل كلكم مدعوون لهذه الجلسة الافتتاحية. أملنا كبير في أن يكون حضور الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية مكثفا كما كان دوما. شكرا على استماعكم، ونحن مع برفقة أعضاء المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني ومنسق التيارات موجودون اليوم معكم في هذه القاعة، ومستعدون للإجابة على كل تساؤلاتكم وأسئلتكم. وشكرا مرة أخرى على حضوركم المكتف لهذه الندوة الصحفية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.